السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من الايزد 700. احنا كنا اتكلمنا على الموديول رقم 1 وانتهينا منه، واتكلمنا كمان على الموديول رقم 2 وانتهينا منه، واحنا دلوقتي هنتكلم على الموديول رقم 3. الموديول رقم 3 بيتكلم بس على الديزاين اند امبلمنت الاجر اكسبريس راوت. حد ممكن يسأل هل الاجر اكسبريس راوت مايكروسوفت مخصصة لموديول كامل؟ يعني هل الأمر يستدعي فعليا أن مايكروسوفت تخصص موديول في كورس كامل بيتكلم على الإكسبريس راوت؟ والحقيقة حضرتك كنتورك إنجينير على أجر لازم تكون ملم بكل الموضوعات الخاصة بالنتورك، وأهمها طبعا موضوع الكونكتيفيتي. والإكسبريس راوت من المواضيع المهمة جدا اللي الناس أو الترينر عموما بتغفل الكلام عنها، حتى لو لما بتتكلم عنها بتتكلم بشكل مبسط جدا ويكاد يكون يعني لا يرقى للكلام. يعني اكسبريس راوت من المواضيع المهمه جدا واللي كانت مايكروسوفت بتكلمنا عنه في كورس ال 104، ولكن في التحديث الاخير هي شالت الكلام عن الاكسبريس راوت وركزت في الكورس ال 700 اللي هو كورسنا اللي احنا شغالين فيه، وزي ما قلنا طلعت بدون كامل لاهميه الموضوع والوجود كتير من المعلومات الخاصه بيه. خلونا مع بعض نروح نشوف الموديول ده بيتكلم عن ايه، او هنتعلم ايه مع بعض في الموديول الخاص بالاكسبريس راوت. احنا هنتعرف على الاكسبريس راوت، على قدراته والمنافع بتاعته، وامتى الجا اليه او اليوز كيسز الخاصه بيه، يعني امتى يعني تقترحه للكيان اللي انت شغال فيه، او امتى تقدمه كحل استنادا على الريكويرمنت الخاصه بالكيان بتاعك. هنتكلم كمان على الكونكتيفيتي موديل، وهنكتشف ان في اكتر من موديل كونكتيفيتي او اكتر من طريقه للتوصيل، واكيد طبعا مع بعض هنشوف الديبلويمنت الخاصه بالاكسبريس راوت. هنتكلم برضو على مصطلح اللي هو البي اف تي، واللي مايكروسوفت يعني بتشير اليه في حاله الفيلر او في حاله المشاكل الكونكتيفيتي، وهي يعني ازاي بتتعامل مع الحاله ديت اثناء حدوثها. وهنتناول كمان موضوعات الانكريبشن وازاي ان هو بيقدم لي اكتر من طريقه تشفير للبيانات. لو رحنا كده نستعرض مع بعض المنافع او القدرات الخاصه بالاكسبريس راوت. مايكروسوفت هنا بتشير الى ان هو بيشتغل على لاير 3، وهنكتشف مع بعض كمان ان هو بيشتغل على لاير 2. بيقدم لي كمان اتصال بجميع المراكز البيانات الخاصه بمايكروسوفت في المنطقه الجغرافيه اللي انا موجود فيها، وممكن كمان اعمل اكستند للكونكتيفيتي ديت علشان تشمل كل المناطق ديت جلوبالي، او ما يطلق عليه الجلوبال ريتش. وزي ما احنا شايفين فيما يتعلق بسرعه تبادل البيانات، هو بيبدا معايا من 50 ميجا وصولا الى 100 جيجا بير سكند. كمان من ضمن المنافع اللي انا هاخدها لما استخدم الاكسبريس راوت هي طريقه احتساب التسعيره او البرايس تير. عندي طريقتين، اما الانليمتد او المترد، يعني اما ان انا هاخد باكج على بعضه كده ادفع مبلغ مقطوع في الشهر، وفي الحاله ديت كل الانباوند او الاوتباوند ترافيك اللي طالع مني او اللي داخل لي انا ما بتحاسبش عليه، ولكن فقط بدفع مبلغ مقطوع. الطريقه دي ممكن تكون مفيده جدا للشركات اللي حجم الترافيك بتاعها عالي واللي يعني مش عايزه تدفع مبلغ كبير. اما الطريقه الثانيه اللي هي المترد، فمايكروسوفت على حسب كلام الدوكيومنتيشن الخاصه بالاكسبريس روت بتقول انباوند ترافيك ما بتتحاسبش عليه، احنا بنحاسبك فقط على الاوتباوند ترافيك. تقريبا بيوصل الحساب على حسب طبعا الزون اللي انت حضرتك فيها. وعلى سبيل المثال مثلا لو انت مختار ال 50 ميجا، فاعتقد هيكلفك $130 شهريا، بينما لو انت شغال على الباندوس 10 جيجا فانت هتدفع تقريبا $6500 شهريا. خلونا نروح نفهم حالات استخدام الاكسبريس راوت، امتى الجا اليه. اول حاله معانا هي الفاست اند ريلابل كونكشن، يعني لو انت محتاج مسار سريع جدا علشان تبادل البيانات الخاصه بيك، يعني لو انت عندك امبريم او عندك اي كيان مربوط بسحابه مايكروسوفت وبيتم من خلال الكيان ده ترحيل بيانات كبيره، او ان انت بتخطط مثلا ان انت تعمل باك اب على الكلاود، او الديزاستر ريكفري بتاعك بيبقى منطقه من مناطق السحابه الخاصه بمايكروسوفت ومعمول طبعا باي ديفولت بيرنج ما بين الامبريم بتاعتك وبين مايكروسوفت، فانت هنا بتحتاج فاست باث او مسار سريع جدا وهنتكلم عليه ان شاء الله علشان يتم ترحيل البيانات ديت. لو انت بتخطط لان انت تزود قدرات او طاقات الاستيعابيه الخاصه بالداتا سنتر بتاعك، او توسع حجم اعمالك للكلاود، فانت بالطريقه دي افضل حل عندك هو الاكسبريس راوت. ممكن حد يقول طيب ما انا برضو كان ممكن استخدم الجيت واي،
هقول لك انه الفرق الجوهري ما بين الاكسبريس راوت وما بين الجيت واي انه كل الكلام اللي احنا كان يعني اتكلمنا عليه في الموديول رقم 2 طريقه الكونكتيفيتي سواء الاس تو اس او البوينت تو اس او حتى الجيت واي نفسها، فانت كنت بتتعامل فيرتشوالي، انت كنت بتتعامل مع اي بي فيرتشوال ومع يعني حاجات مش ممكن تلمسها بايدك، بينما هنا انت تتكلم على فيزيكال كونكشن، وبرضه هنشوف ونتاكد بنفسنا ان الموضوع بيتطلب فعليا هاردوير وبيتطلب يعني شويه كومبينيشن كده هنعملها، وبيتطلب كمان طرف ثالث الكلام ده هنتعرف عليه. طيب حالات الاستخدام بيقول لي والله لو انت محتاج ان انت تشتغل على الهاي افيلابيلتي والستيبل والاشياء ديت، لانه الاس ال اي الخاصه بالاكسبريس راوت هو بيقدم لك 99.9% ومايكروسوفت كمان في حاله الفيلر بتبدا تعوضك ماديا لو انت كنت فعليا مشترك معاها وحصل اي نوع من انواع قطع الاتصال. مايكروسوفت كمان بتشير ان من ضمن قدرات او منافع الاكسبريس راوت هو البيلتن ريدندنت سيركت. احنا عارفين او هنعرف بعد شويه ان السيركت او قناه الاتصال او دائره الاتصال اللي هتكون ما بين مايكروسوفت هي مكرره تلقائيا اثناء عمليه الكرييشن، يعني انت اول ما بتنتهي من عمليه الكرييت مايكروسوفت في الحاله ديت بتنشئ تو سيركت مش واحده، واحده بتكون برايمري او رئيسيه والثانيه بتكون احتياطي او سكندري. كمان من ضمن قدرات الاجر اكسبريس راوت انه بيتعامل مع البي جي بي زيه زي الجيت واي بالظبط، بيتعامل كمان مع المالتيبل ليبل سويتشنج او الام بي ال اس، ودي طريقه اتصال اعتقد يعني كتير منا عارفها، يعني انت بتتصل بفروعك كلها سواء كانت موجوده في نفس المكان اللي انت فيه او في اماكن اخرى عن طريق دايره كده كانك بالظبط الفرع مثلا اللي بعيد عنك 300 400 كيلو حتى 1000 كيلو، انت كانه بالظبط في نفس المبنى بتاعك. واخر حاجه معانا اللي هو البرايفت كونكشن تو مايكروسوفت كلاود، يعني انت بتنشئ اتصال خاص ما بينك وما بين مايكروسوفت. لو رحنا كده علشان نشوف الانكريبشن الخاصه بالاكسبريس راوت، فهنا مايكروسوفت بتشير الى ان كل عمليات الاتصال دي او كل ترحيل البيانات هو بيمر بتانل انكريبتد باي ديفولت. بتقدم لك كمان الاي بي سيك، يعني انت ممكن تختار الاي بي سيك تعمله كونفيجور، وممكن كمان تختار الماك سيكيورتي، يعني هنا بتتكلم على لاير 3 وبتتكلم برضو على لاير 2 سيكيورتي. لو رحنا مع بعض للشريحه اللي بعد كده هتلاقي مايكروسوفت بتشير الى حاله من حالات الاستخدام اللي ممكن تلجا اليها كحل لتحقيق الهاي افيلابيلتي، يعني انت ممكن تستخدم الاكسبريس راوت مع الجيت واي. احنا لو نلاحظ كده في الرسمه دي احنا عندنا تو فيرتشوال نتورك، واحده عليها الاكسبريس راوت والثانيه عليها الجيت واي بتاعتنا العاديه، والاثنين مربوطين مع بعض بنفس الشبكه. يعني لو نلاحظ كده ان احنا عندنا هنا في الاون بريم ادي شبكه اهي مربوط عليها اكسبريس راوت، ادي تانل برايفت مع مايكروسوفت اهي، وادي هنا جيت واي برضو رايحه من الكلاود للاون. بس تخلي بالنا يا شباب انه الديزاين ده في بعض الليميتيشن، بعض الليميتيشن اللي لازم تنتبه ليها اثناء اختيار الحل، انه الفي بي ان جيت واي لازم تكون عندك راوت بيست مش بوليسي بيست، مش هيقبل منك البوليسي بيست. خلي بالنا يا شباب بالكلام ده، الكلام ده مهم جدا. حضرتك لما تلجا للديزاين ده كحل لازم تحط في اعتبارك بعض التقييدات، اهمها ان نوع الجيت واي ما يكونش بوليسي بيست، يكون راوت بيست، واعتقد ان احنا فرقنا ما بين النوعين. تاني حاجه لازم وانت بتستخدم الاتونيمس نمبر يكون حصرا الرقم 65515 ده مايكروسوفت الاتونومس نمبر الخاصه بيها، واللي بيحقق لك الاتصال الاكسبريس راوت مع الجيت واي، يعني الاثنين مع بعض في نفس الشبكه. ثالث حاجه السب نت اللي حضرتك هتستخدمه لازم يكون سايد ار 27 او اقل، لازم يكون 27 او اقل، يعني السب نت اللي حضرتك هتعمله لازم يكون سلاش 27 او اقل، ما ينفعش يكون اعلى. خلاص لو رحنا مع بعض للشريحه الثانيه مايكروسوفت هتبدا تكلمني على الاكسبريس راوت اس كيوز، وهنكتشف مع بعض انه في ثلاث انواع اللوكال ستاندرد والبريميوم. اللوكال يا شباب لو حضرتك خدته ده بيعني ان انت هينشا بينك وبين مركز البيانات التابع لمايكروسوفت ولكن جوه نفس الاريا الاتصال اريا الخاصه ب او اللي موجود فيها السيركت بتاعتك. يعني على سبيل المثال لو انت مثلا اخترت وانت بتعمل السيركت ان انت تحطها في الاس تي او اس، فبالتالي انت معمول بيرنج ما بين الاس تي او اس فقط.
اما لو حضرتك رحت للستاندر فبالتالي هنا البيرنج او الاتصال ما بينك وبين مراكز البيانات هتبقى شامله لكل المنطقه الجغرافيه اللي حضرتك فيها. يعني لو انت بتعمل السيركت بتاعتك في الاس تي او اس فكل المنطقه سواء كان فيها مركز او 2 او 10 او 20 انت معمول عليك بيرنج او معمول معاك بيرنج او اتصال قائم ما بينك وبين مايكروسوفت. لو حضرتك حابب ان انت تعمل جلوبال كونكتيفيتي فبالتالي انت هتختار البريميوم اس كيو واللي فعليا بيؤهلك ان انت يبقى معاك اتصال ما بينك وما بين مايكروسوفت في جميع انحاء العالم او كل مراكز البيانات التابعة لمايكروسوفت اوفر ذا وورلد. لو رحنا مع بعض كده للشريحة الثانية فهنبدأ نعرف انه انواع الاتصال الخاصة بالاكسبريس روت. عندي نوعين رئيسيين يا شباب، عندي اربع اشكال من اشكال الاتصال اندرجوا تحت نوعين رئيسيين. اول نوع رئيسي ادي هو، وادي تاني نوع رئيسي. اول نوع رئيسي انا بدخل معايا الطرف الثالث اللي هو السيرفيس بروفايدر او الاس بي. الطرف الاول الكيان بتاعي، الطرف الثاني مايكروسوفت، الطرف الثالث اللي هيربطني بمايكروسوفت هو السيرفيس بروفايدر. علشان كده قلنا الاكسبريس راوت يعتبر فيزيكال كونكشن مش فيرتشوال كونكشن. طيب النوع ده بيقدم لي ثلاث اشكال، النوع الخاص بالسيرفيس بروفايدر موديل بيقدم لي ثلاث اشكال، اما الكو لوكيشن او البوينت تو بوينت او الاني تو اني لو انا مستخدم الويب. طيب اول حاجه الكو لوكيشن بيعني ايه؟ بيعني ان انا موجود في منطقه فيها مركز بيانات، يعني مثلا موجود في قطر او الامارات او السعوديه، كل الثلاث دول اللي انا ذكرتهم دول او حتى كندا واليابان وهو ليها مراكز بيانات في مايكروسوفت، خلاص كده؟ فبالتالي لو انا موجود في اي منطقه من المناطق ديت فالاتصال بتاعي عن طريق السيرفيس بروفايدر ان هو بيوصلني لمركز بيانات مايكروسوفت، ومن خلال مركز بيانات ده انا بقدر اعمل او اخد الاتصال. يعني خلاص انا طالما اتصلت بمركز البيانات فانا متصل بمايكروسوفت باي ديفولت. دي اول شكل. تاني شكل البوينت تو بوينت، لا ده انا هنشئ قناه اتصال او قناتين اتصال، واحده عندي انا ككيان واحده عند المنطقه الخاصه بمايكروسوفت طبعا عن طريق السيرفيس بروفايدر. ثالث شكل معايا هو الاني تو اني او الاي بي في بي ان، ده بيوفره لي برضه السيرفيس بروفايدر، وكاني بالظبط خليت الاتصال ما بيني وبين مايكروسوفت فرع من الفروع داخل منطقه الويب بتاعتي. يبقى كده استعرضنا الثلاث اشكال الخاصه بالسيرفيس بروفايدر. طيب الشكل الرابع او النوع الرئيسي الثاني هو الدايركت موديل. الدايركت موديل يا شباب كاني بالظبط جبت كيبل او فيزيكال كيبل وربطت ما بين الامبريم او الداتا سنتر او الكيان بتاعي وما بين مايكروسوفت، وده فعليا اللي بيحصل. في الشريحه اللي جايه هنفهم الموضوع بيتم ازاي. لو رحنا كده هيلاقي مثلا الامبريم عندي او الكيان بتاعي ادي موجود اهو، وادي الراوتر اللي موجود جواه. الراوتر ده بيكونكت مع بارتنر ايد راوتر برضو، واللي بدوره بيوصلني للراوتر الخاص بمايكروسوفت، واللي طبعا بيطلق عليه نموذج الاتصال ده بيطلق عليه الام اس اي اي مايكروسوفت انتربرايز ايدج اكسبريس راوت راوتر. طيب هنا هيبدا يفرقني ما بين النوعين الاتصال. احنا قلنا فيه نوعين رئيسيين من انواع الاتصال، اول واحد استخدام السيرفيس بروفايدر، وادي تاني واحد الدايركت. قال لي لو حضرتك هتاخد الخدمه عن طريق السيرفيس بروفايدر فانت هتستخدم الانفراستراكشر الخاصه بيه واللي هو هيستخدمها علشان يوصلك بمايكروسوفت، اما لو رحت دايركتلي فانت هتستخدم الانفراستراكشر الخاصه بيك انت واللي بتتطلب سرعات اما 100 جيجا او 10 جيجا، ولازم تكون فول مانجد في اللاير، يعني حضرتك بتديرها بالكامل. ولو هتستخدم السيرفيس بروفايدر عشان توصلك بمايكروسوفت فالسيرفيس بروفايدر اصلا بدورها هتروح تعدي على 100 اوف بروفايدر، يعني سيرفيس بروفايدر هيسلمك لسيرفيس بروفايدر تاني وبعد كده وصولا لمايكروسوفت او تالت وهو. يعني انت بتتخيل او بنتخيل مع بعض ان انت في منطقه اساسا ما فيهاش مزود خدمه ما بينك وما بين مايكروسوفت دايركت، يعني مثلا تونس ما فيهاش الخدمه دي، مصر ما فيهاش الخدمه دي، اللي فيها الخدمه دي اعتقد هي دبي. فانت لو موجود في منطقه من المناطق اللي ما فيهاش اتفاقيه ما بين مايكروسوفت وبين مزود الخدمه، فبالتالي هل معنى الكلام ان انت مش هتقدر تحصل عليها؟ لا، هتقدر تحصل عليها ولكن عن طريق مزود خدمه تاني وتالت وهكذا. طيب لو انت رايح دايركت فبالتالي هنا انت رايح ديديكيتد مع مايكروسوفت، انت رايح مباشره دون التدخل السيرفيس بروفايدر. لو رحنا فيما يتعلق بالاس كيو فهنا لو رحت حضرتك مع الاس بي
هتاخد سرعه من 50 ل 10 جيجا، بينما لو رحت دايركت انا الميجا ديت ما بدعمهاش او ما بعرفهاش، انا بكلمك جيجا. واحنا في حالتنا قلنا لو هتروح دايركت يكون الانفراستراكشر بتاعتك اما 10 جيجا او 100 جيجا، في حاله كونها 100 جيجا فانت السيركت الخاصه بيك بتبقى اما 10 او 40 او 100 او 5 جيجا، بينما لو هي الانفراستراكشر الخاصه بيك 10 جيجا فبالتالي السيركت بتبقى عندك 1 جيجا 2 و5 و10 جيجا. وطبعا لو احنا هنروح مع سيرفيس بروفايدر فهيكون متاح او يعني الافضل ان انا متعلق بالاوبتمايز سنجل تيننت او البيئه المثلى للاستخدام. فلو انت عندك كيان واحد او سنجل تيننت، وبرضه في حاله الدايركت لو انت عندك سنجل تيننت لكن عندك مالتيبل بزنس، عندك يعني بيئه متعدده المهام زي ما احنا شايفين. فروحنا كده هتبدا مايكروسوفت تكلمني على مصطلح البي اف دي او باي دايركشنال فورورد ديديكيشن. ايه الكلام ده؟ الكلام ده لو انا اتصلت بمايكروسوفت عن طريق الاكسبريس راوت فبينشا ما بيني وما بينها بيرنج. زي ما احنا قلنا عندي برضو يا شباب ثلاث انواع من انواع البيرنج، عندي البرايفت وعندي الببليك وعندي المايكروسوفت. البرايفت هنا بمجرد ما بنشئ او ما بنتهي من عمليه الكونفيجور الخاصه بالسيركت بينشئ ما بيني وبين مايكروسوفت برايفت كونكشن. خلاص، طيب البرايفت كونكشن ده احنا قلنا ان هو بيروح يعمل تو سيركت، واحده برايمري واحده سكندري. في حاله الفيلر مايكروسوفت بتقول لي انه في اقل من ثانيه بروح على طول عامل دايركشن او على طول بحولك للسيركت الثانيه لتحقيق طبعا الاتش بي الاتش اي او الهاي افيلابيلتي كونكشن. والسيركت كونكشن مود يا شباب بيبقى اكتف. السيركت كونكشن مود او الاكسبريس راوت سيركت كونكشن مود بيبقى دايما بيبقى اكتف. في حالات معينه بس انت ممكن تخليه اكتف باسف، وده مش ريكومندد من مايكروسوفت. لو رحنا كده علشان نفهم ايه هو الجلوبال ريتش اللي مايكروسوفت بتكلمني عنه، الجلوبال ريتش بيقول لي ايه؟ لو انت في منطقه معينه ولتكن مثلا في المثال اللي احنا شايفينه في السلايد ديت، انت موجود في هونج كونج ورايح واخد الاكسبريس راوت من اللوكال سيرفيس بروفايدر اللي اسمه اي بي سي، ودعت الحاجه اثناء توسعها او توسع الاعمال عندك ان انت تعمل اكسبريس راوت مع السيليكون فالي او مع امريكا. فروحت للسيرفيس بروفايدر وقلت له انا محتاج اعمل اكسبريس راوت معايا انا او مركز البيانات بتاعي اللي موجود في هونج كونج ومركز بيانات تاني موجود في امريكا. فقال لك والله للاسف الشديد انا ما فيش مشغل في امريكا بيني وبينه كونكت او بيني وبينه اتصال او بيني وبينه اي اتفاقيه تخليني ان انا اوصلك بيه. فهنا مايكروسوفت بتدعم ان هي توصلك باي مركز بيانات تابع ليها عن طريقها هي باستخدام الجلوبال نتورك الخاصه بيها، اهو باستخدام الجلوبال نتورك الخاصه بمايكروسوفت دون النظر لللوكال بروفايدر بتاعك هل ممكن يوصلك او ما او لا. هي بتتدخل في الموضوع ده وبتحقق لك مفهوم الجلوبال ريتش. وصلت؟ يعني اختصارا لو انا موجود في منطقه وحابب ان انا اعمل اكسبريس راوت مع منطقه تانية ورحت للسيرفيس بروفايدر علشان يعمل لي اكسبريس راوت فاعتذر لي وقال لي مفيش. خلاص؟ ما عنديش الخدمه دي او مفيش الاتفاقيه ما بيني وبين مايكروسوفت. فاحنا بنتواصل او حضرتك بتتواصل مع مايكروسوفت تشرح لها اللي انت عايزه، هي من خلال الجلوبال نتورك هي اللي هتعمل لك الاكسبريس راوت علشان توصلك بالمنطقه اللي انت محتاجها. تبقى عندنا مفهوم الفاست باس يا شباب او المسار السريع. المسار السريع الخاص بالاكسبريس راوت هو مسار بيقدم لك ترحيل بياناتك من الداتا سنتر دايركتلي منك لاي في ام او اي فيرتشوال ماشين على ازور كلاود دايركتلي كده. بيتجاوز الفاست باس بيتجاوز يا شباب الجيت واي. احنا عارفين يا شباب ان مرور البيانات بيتم عن طريق الجيت واي. الجيت واي هي البوابه اللي بتطلع منها بياناتك او حتى بتدخل ليك البيانات من خلالها، وبالتالي انت ممكن تعمل فلتريشن، ممكن تعمل يو دي ار زي ما احنا اتعلمنا في الموديول رقم واحد. لكن في الفاست باس هو بياخد منك الداتا من الاومبريم عندك او من اللوكال داتا سنتر بتاعك او بالمنطقه بتاعتك على طول دايركتلي بيتجاوز هنا الجيت واي. لكن برضو في بعض الليميتيشن، حضرتك لو عامل يو دي ار مش هينفع الكلام ده، ولو عامل لود بالانس من نوع بيزك فهو مش بيدعمه. تمام كده؟ احنا اتكلمنا في الجزء النظري الخاص بالاكسبريس راوت، تعرفنا عليه،
عرفنا على قدراته هو بيقدمني ايه، شفنا الاس كيو الخاص بيه، شفنا الباندوز السرعات الخاصه بيه، تعرفنا على الاشكال الاتصال بتاعته سواء من خلال السيرفيس بروفايدر او دايركتلي ما بيني انا ككيان وما بين مايكروسوفت مباشره، عرفنا حالات الاستخدام، عرفنا بعض القيود اللي ممكن تقابلني اثناء اختيار نموذج استخدام معين، اتكلمنا عن البرايس تير، اتكلمنا على الانكريبشن والجلوبال ريتش والفاست باس، واعتقد تناولنا بعض المعلومات برضو التانية. ان شاء الله الفيديو القادم هيبقى براكتيكال على قد ما نقدر، لان الموضوع يتطلب الحصول على اشتراك من السيرفيس بروفايدر زي ما احنا فهمنا، وطبعا ده مش هيتوفر عندنا، ولكن برضو نشوف عمليات الكرييشن بتتم ازاي. ان شاء الله نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.